بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يذكر الشارح أدلة الأدرية فرقة من الصوفيستائية المنكرين لحقائق الأشياء. نعم، يذكر أدلتهم ثم يرد عليهم. قالوا: الضروريات منها حسيات، والحس قد يغلط كثيرا كاللحولي. يعني ذكرنا في الإلزام، لا يعني في دليل التحقيق لنا تحقيقا، أننا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان. فإذا هؤلاء الأدرية قالوا ردا على دليلنا تحقيقا: نحن نجزم بالضرورة. فإذا هم قالوا الضروريات أنواع، منها حسيات يعني ما يدرك بالحس، والحس قد يغلط كثيرا، قد يغلط كثيرا. إذن أولا قال قد، هذا للتحقق، يقينا يغلط، لكن هذا غلط كثير أو قليل؟ كثير، هكذا هم ادعوا. كالأحولي، الأحول يرى الواحد اثنين، يعني عيب في عينه، لا تستقيم عينه إلى المنظور بل إلى جهة أخرى. فإذا كان هو يرى شيئا واحدا اثنين، لكن هنا شيء واحد فقط حقيقة. والصفراوي، هذا مريض بمرض الصفراء، والصفراوي يجد الحلو مرا، هكذا ذكر مثالين لمحسوسين، أول مرئي وثاني يعني مطعوم، نعم، يجد الحلو مرا. ثم ومنها بديهيات، كذلك من الضروريات نوع حسيات، نوع آخر بديهيات، وقد يقع فيها اختلافات. فإذا هذا وقوع الاختلافات في البديهيات يدل على ماذا؟ غلطها وخطئها. نعم، وتعرض شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، كذلك تعرض شبه، شبهة تعرض أين؟ في هذه البديهيات، في حل هذه الشبهة وإزالتها يفتقر، يحتاج إلى أنظار دقيقة. فإذن لو أخطأ في هذا النظر الدقيق يبقى هذا البديهي فيه شبهة، فإذن لا يتحقق به أمر. ثم والنظريات، النظريات يعني ذكرنا هناك نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان. فإذن هذا نظريات، ضروريات بديهيات، ضروريات هكذا. ثم ماذا حال النظريات؟ والنظريات فرع الضروريات، لو فسدت الضروريات ففسدت النظريات، هكذا هم استدلوا. والنظريات فرع الضروريات، ففسادها يعني فساد الضروريات، فسادها فساد النظريات، ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء، يعني بسبب فساد النظريات تابعا لفساد الضروريات اختلاف العقلاء كثير. هكذا هم بينوا وأرادوا ردا علينا. فإذا ماذا جوابنا عن هذا الاستدلالات؟ قلنا: غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض باندفاع أسباب الغلط. ثم هناك هو قال يغلط كثيرا، هذا غلط ليس كثيرا بل هذا قليل جدا. انظروا هذا أحول، كم من الناس أحول، وكذلك ليس كل رؤية أحول هكذا يرى، بل بعض رؤيته فقط هكذا. ثم الصفراوي، كم من الناس من هو مريض بهذا المرض الصفراوي أو يعني نظيره، هذا قليل جدا، ومع ذلك نجيب عنه. ثم غلط الحس في البعض، هذا يكون في بعض الناس لسبب،
يعني عند سلامتي على حواسي لا يغلط. هم قالوا قد يغلط كثيرا كالأحول، هذا ذكروا المثال الصفراوي ذكروه مثالا. أما من ليس عنده حول أو يعني ليس عنده صفراء هكذا، ليس عنده أسباب مخلة بل حواسه سليمة، هل يغلط؟ لا يغلط، لا يستطيع أن يثبت غلط من حسه سليم. هذا الذي نجيبه. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض. متى هذا الجزم ببعض يعني الضروريات والحسيات باندفاع أسباب الغلط؟ لو انتفت أسباب الغلط في نفس الأمر لا يغلط. لأجل ذلك نسأله من كان هل يستطيعون أن يثبتوا أن من كانت حواسه سليمة يغلط؟ لا يستطيع. نعم، هكذا لسبب من الأسباب يغلط، فإذا لو انتفى هذه الأسباب كلها لا يغلط. نعم. والاختلاف في البديهي، ثم ذكروا ثانيا ومنها بديهيات قد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، هكذا ادعوا عدم اليقين والجزم في البديهيات، يعني لسببين، أولا اختلافات، ثانيا عروض الشبه. فإذا يجيب عنه كيف والاختلاف في البديهي لعدم الفي او لخفاء في التصور لا ينافي البداهة، هكذا الاختلاف في البديهي لماذا؟ لعدم الالفي، هذا امر في الحقيقة بديهي لكن هذا الرجل ليس له الفة بهذا الشيء لذلك ممكن اختلف، او لخفاء في التصور او عنده خفاء في التصور لذلك يعني اختلاف، هذا لا ينافي البداهة، هكذا يعني لسبب يكون اختلاف مع كونه بديهيا. فإذا لو لم يكن عنده هذا السبب للاختلاف لا ينكر ولا يختلف. نعم، مثلا هذا رجل خرج، نفرض رجلا خرج من غار إلى الضوء، عندئذ إذا قيل له أن هذا نهار ثم سيأتي بعده ليل وهكذا هو ممكن ينكر، لماذا؟ ليس له إلفة بهذا الضوء بهذا النهار بهذا الشمس هكذا. نعم، أو هو يتحير مع أنه أمر بديهي. نعم، أو يتردد ويشك هكذا، أو لخفاء في التصور لا ينافي البداهة وكثرة الاختلافات. لماذا يكون خفاء في التصور؟ لعدم معرفته به، ثم مع أن المعنى الذي يتصور بديهي، ثم وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا تنافي حقية بعض النظريات، كذلك ذكروا ثالثا والنظريات فرع الضروريات ففسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. أجاب عنه أن كثرة الاختلافات في النظريات لفساد الأنظار، لو لم يفسد النظر لا يكون كثرة الاختلافات، هذا لفساد الأنظار. هذه الكثرة في الاختلافات لا تنافي حقية بعض النظريات، هكذا يمكن لنا إثبات البعض وهذا يكفي. نعم، ثم والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم، هكذا أولا ذكرنا دليلا تحقيقا ثم إلزاما، فإذا هم أجابوا أو اعترضوا على دليلنا تحقيقا، فإذا أجبنا عنه عن اعتراضاتهم، ثم هو يقول أمرا هذه في الحقيقة ليست مناظرات، لماذا؟ هذا لا يمكن معهم المناظرات لأنهم يعني لا يعترفون بشيء من الحقائق، ثم كيف يناظرون؟ لأجل ذلك هو يقول ثم
هذا دليل ذكر لماذا؟ كما ذكرنا سابقا لحفظ الطالب للحق عن فسادهم وعن شبهتهم. إذن والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم، خصوصا العادلية لا يمكن أن المناظرة معهم خصوصا العادلية. لماذا؟ لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول. هذا المناظرة والنظر لماذا؟ لإثبات مجهول بترتيب أمور معلومة، وهؤلاء لا يعترفون بشيء من المعلوم، ثم كيف يمكن ترتيب المعلومات بدون عدم المعلومات حتى يتوصل بها إلى مجهول؟ هكذا لا يعترفون. والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم، معناه فلا ينفع التحقيق ولا الإلزام، لا ينفع الدليل تحقيقا ولا إلزاما. لماذا؟ لأنه لا معتقد لهم حتى يذكر في الإلزام. لو كان لهم شيء من المعتقدات يمكن أن يذكر في الإلزام، بل كل حكم عند العادلية منهم خيال ووهم لا حقيقة له، حتى بطلان اجتماع النقيلين واعترافه وارتفاعهما. اجتماع النقيلين ارتفاع النقيلين محال، هذا باطل. هذا أيضا يقولون في حقه هو خيال ووهم، يعني لا يعترفون بهذا الحكم أيضا. نعم. ثم لأنهم لا يعترفون أي العادلية، فالمراد بالمعلوم المعلوم التصديقي، وإلا فهم يعترفون بالشك المستلزم لتصور الطرفين. لا، هم لا يتصورون الطرفين أيضا، فيه أيضا يشكون كما ذكرنا سابقا. هلما جرى شاك في أنه شاك، شاك في أنه شاك، هكذا. نعم. ثم لأنهم لا يعترفون بمعلوم، هذا الضمير يرجع ظاهرا إلى العادلية، هذا هو مقتضى السياق. نعم. ثم ليس إلى السوفسطائية. ثم بل الطريق تعذيبهم بالنار، ثم الطريق مع هؤلاء العادلية ما هو؟ تعذيبهم بالنار. نعم. أو يمكن هذا يرجع الضمير إلى أين؟ لأنهم لا، نعم، هذا الطريق تعذيبهم، هذا الضمير يرجع إلى العادلية. أما عندية عنادية، عندية يعترفون بالحقيقة، مع ذلك لا يقون بحقيقة في نفس الأمر. نعم. هل يمكن يعني هذا تعذيب بالنار ليعترفوا أو يحترقوا؟ نعم، هذا يمكن، تعذيبهم بالنار يعني بجميع هذه الفرق. فإذن العادلية هم يعني عند يعترفون بالحرارة، لو عذبوا بالنار يعترفون بالحرارة، فإذن هم يعترفون بوجود حقيقة. العندية أيضا هكذا، فإذن لو قال باعتراف الحق الحرارة للنار يسألون، هذا اعتقاد أو يعني متحقق في نفس الأمر؟ لو أجاب بأنه تابع لاعتقاده نقول له أن يغير اعتقاده ويعتقد النار باردا، فهل يتغير؟ لا يتغير، هو يحترق، فإذن هو يعترف. كذلك يعني العنادية أيضا هم ينفون الحقائق، فإذن عندما يعذب بالنار يعترف بحقيقة، هذا طريق. لذلك يعني قال عسام الدين ولك أن ترجع الضمير إلى السوفسطائية مطلقا، فالمراد المعلوم اليقين. نعم. لأنهم لا يعترفون بمعلوم،
لا طريق إلى المناظرة معهم يعني مع الصوفستائية من هذه الفرق الثلاثة عندية إنادية العادلية. ثم لأنهم يعني لأن الصوفستائية لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول، بل الطريق تعذيبهم بالنار. حتى يعني لا يعترفون بمعلوم يعني في نفس الأمر هكذا تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا، لو لم يعترفوا يحترقوا، فإذا يتخلص الناس من فسادهم وشبههم. ثم هذا ذكر يعني تليق الطريق أمام هؤلاء المعاندين، ليس هذا لتعذيبهم بالنار حقيقة، هذا لا يجوز التعذيب بالنار شرعا لأحد النوع. ثم بعده وصوفستا، وهو يحل هذه الكلمة، صوفستا اسم للحكمة المموهة، صوفستائية يعني نسبة إلى صوفستا. ما معنى صوفستا؟ الحكمة المموهة، مموهة يعني مجملة مزيفة هكذا، والعلم المزخرف، حكمة أو علم مزخرف. فإذا هذا تنبيه أو زخرف، لماذا؟ لأجل استملاء استمالة قلوب الناس، نعم لأجل استمالة قلوب الناس إليها، لأن صوفة معناه العلم والحكمة، وإستا معناه المزخرف المموه، المزخرف والغلط، نعم هذا حكمة مموهة علم مزخرف. فإذا هذا يدل على أن هذه الحكمة أو هذا العلم ليس حقا ولا صوابا، بل هذا تنبيه وزخرف فقط. إذن من سموهم بها، أهل السنة سموهم بها، معناه المزخرف والغلط. ومنه اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من فيلسوفا، فيلسوفا أي محب الحكمة، سوفا الحكمة كما سبق، فيلا محب، هذا حل لهذه الكلمة. محب الحكمة كناية عن عالم الحكمة، فيكون بمعنى الحكيم، فيلسوف معناه حكيم. ثم بعده يبين مسألة أخرى يعني أسباب العلم، هذا أيضا مقدمة مصدرة لمسائل علم الكلام، نقرأ في الدرس الآتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.